بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب مدارس المدينة الأكاديمية صف سادس ابتدائي، معكم أستاذ إدريس معلم مادة الفقه والسلوك. درس اليوم أحكام الصيام الوحدة الثانية. أحكام الصيام: من يباح لهم الفطر في رمضان، من يباح له الفطر في رمضان. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نأخذ من الآيات أن الله جل وعلا أنزل القرآن في شهر رمضان، كذلك قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن كان حاضرا جاءه رمضان غير مسافر ولا مريض فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر. إذن هنا أباح الله جل وعلا للمسافر والمريض الإفطار في رمضان. إذا نتكلم: من يباح لهم الفطر في رمضان، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. دلت الآية الكريمة على جواز الفطر في رمضان على صنفين من الناس، وهما المسافر والمريض. كذلك دلت الآية على أنه يجب عليهما القضاء، يجب عليهما القضاء، كما دلت على الآية الكريمة على أن القضاء واجب عليهما. استخرج الموضع الذي دل على ذلك ومن كان مريضا أو على سفر. إذن هذه الآية أباحت للمريض المسافر الإفطار، أباحت له الإفطار. وكذلك يجوز للعاجز عن الصيام عجزا مستمرا الإفطار، وهما صنفان: كبير السن العاجز عن الصيام، والمريض الذي يرجى شفاؤه، المريض الذي يرجى شفاؤه. إذن لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن أباحت لهم الإفطار، وهما الكبير السن العاجز عن الصيام، والمريض مرضا لا يرجى شفاؤه منه. إذن ماذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن ماذا يجب عليهم؟ يجب عليهم الإطعام بدل الصيام، عن كل يوم يطعمون مسكينا، عن كل يوم يطعم مسكين الكبير السن، كبير السن أو المريض مرضا لا يرجى شفاؤه. إذا من يباح له الفطر في رمضان هو صنفان: من يباح له الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء، وهو المريض والمسافر، المريض والمسافر. والصنف الثاني يباح له الفطر في رمضان ويجب عليه الإطعام بدل القضاء، وهو كبير السن والمريض الذي لا يرجى شفاؤه. إذن قلنا: من يباح له الفطر في رمضان صنفان: من يباح له الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء، واحد المريض، ثانيا المسافر. الصنف الثاني: ويجب عليه الإطعام بدل القضاء،
كبير السن العاجز عن الصيام والمريض مرضا لم يرجى شفاؤه. طيب قال الله تعالى يريد بكم العسر ولا يريد بكم اليسر. إذن بهذه الآية الله جل وعلا جعل لنا الرخصة في رمضان. إذن المريض والمسافر افطران وكذلك ويقضيان وكذلك الكبير السن العاجز عن الصيام والمريض الذي لا يرجى شفاعه رخص لهم أن يطعموا بدل الصيام، يطعموا بدل الصيام، وهذه رخصة من الله جل وعلا. إذا نأتي إلى مفسدات الصوم، الصيام مفسدات كثيرة، منها القيء عمدا والأكل والشرب عمدا وما يقوم مقام الأكل والشرب مثل لمن مقذية وحقن الدم لمن احتاج إليه. إذن مفسدات الصوم تنقسم إلى ثلاثة: الأكل أو الشرب عمدا، ما يقوم مقام الأكل والشرب مثل الإبر المقذية وحقن الدم لمن احتاج إليه، كذلك إخراج القيء عمدا، وهذه مفسدات الصوم. وهذه مفسدات الصوم. أثناء سفري في نهار رمضان رأيت رجلا عند محطات الوقود يشرب ماء. إذن أحد المعدة أن الرجل هذا كان صائما مسافرا، أحد أنه مسافر أنه يشرب في نهار رمضان فأباح له الشرب. إذا ننتقل إلى قسم تطويل، بين حكم الصيام في الحالات الآتية. واحد، بين الصيام في الحالات الآتية. شرب محمد في نهار رمضان ناسيا، هل يفسد صومه أم لا؟ لا يفسد صومه. خرج من زيادة القيد بغير احتياج في نهار رمضان، هل صومه صحيح أم فاسد؟ صومه صحيح، صومه صحيح. وضع صانع القطرة في عينه في نهار رمضان فماذا صومه؟ هل صومه صحيح أم فاسد؟ إذن صومه لا يفسد لأن القطرة لا تفسد الصيام، لأن القطرة لا تفسد الصوم. ثانيا، بين الواجب في الحالات الآتية: ألف، أفطر محمد يومين من رمضان لأنه كان مسافرا، فماذا يجب عليه؟ ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. سعيد لم يصم رمضان لكبر سنه وعدم استطاعته، فما الذي يجب عليه؟ ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه الإطعام، يجب عليه إطعام المسكين عن كل يوم افطره، يجب عليه إطعام المسكين عن كل يوم افطره. أفطر ياسر ثلاثة أيام من رمضان، أفطر ياسر ثلاثة أيام من شهر رمضان لأنه كان مريضا ويشق عليه الصوم، فماذا يجب عليه؟ فماذا يجب عليه؟ يجب عليه، ماذا يجب عليه؟ لأنه كان مسافرا وشق عليه الصوم. إذا يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء.
ثالثا، اذا استمر المرض بشخص ما ولم يستطع معه القضاء، ثم اكدت التقارير الطبيه انه لن يشفى منه، فما الواجب عليه في هذه الحاله؟ الواجب عليه في هذه الحاله اطعام مسكين عن كل يوم افطره، تدريبات. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. الأب والشرب عمدا في نهار رمضان، الشرب والأكل في نهار رمضان ناسيا لا يسد السم. خرج من زيادة القيم بغير اختياره في نهار رمضان، صومه صحيح. إذن ضع علامة صح أم خطأ؟ إذن صح، الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان يفسد الصوم، صح. الشرب والأكل في نهار رمضان ناسيا لا يفسد الصوم، صح. خرج من زيادة القيم بغير اختياره في نهار رمضان، صومه صحيح. تدريبات، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقوال. المسافر يباح له الفطر في رمضان، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء أو الإطعام بدل القضاء، أم القضاء والإطعام، أم لا شيء عليه؟ نرى الإجابة الصحيحة، فما هي؟ هل هو القضاء أم غيره؟ القضاء، يجب عليه القضاء، أحسن. المريض مرض لا يرجى شفاؤه، فماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه القضاء إطعام بدل القضاء أم القضاء والإطعام، أم لا شيء عليه؟ إذن نرى الإجابة الصحيحة، وهي ماذا؟ إطعام بدل القضاء، لا يرجى شفاؤه، الإطعام بدل القضاء. يجوز الفطر في رمضان لصنفين من الناس كما ذكر، فما هما؟ المسافر والمريض.